وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11876 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة. وقفز مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3259 نقطة.